لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكل الذين لم يصحهم الحظ لزيارة بيت الله الحرام، زوروا حول، يعني طوفوا حول الفقراء والمساكين وزوروهم، حتما ستجدون الله عندهم. كل سنة وحضراتكم طيبين، ومكملين معاكم النهاردة وما زلنا في فقراتنا الدينية، ومعانا فضيلة الشيخ الدكتور محمود المأذون من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بمشاهدتك نورتنا الكرام. النهاردة، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير. وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة، وكل فريق الإعداد وكل المشاهدين، كل حضرات، وكل سنة وحضرتكم بألف خير وصحة وسعادة يا رب. اللهم آمين ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في العام القادم في إن شاء وقفة الله. عرفات إن شاء الله. بإذن الله. آمين يا رب العالمين. طيب، احنا كنا بنتكلم عن يوم عرفة، فضائل يوم عرفة، فعايزين برضو نكمل الحديث عن يوم عرفة ونعرف أحب الأعمال في يوم عرفة، وهل في تفضيل عمل عن عمل في يوم عرفة؟ نعم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. بالله يا زوار قبر المصطفى، من كان منكم راحلا أو غادي فليقرئ المختار ألف تحية من عاشق متفتفت الأكباد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فأهلا وسهلا بحضراتكم، والنهاردة إن شاء الله حضرتك سؤالك مهم جدا، إيه أفضل يوم عرفة أو إيه الأعمال اللي نعملها في يوم عرفة؟ أولا، يوم عرفة يوم فريد من نوعه، ذو خصوصية خاصة، يعني ما فيش يوم على وجه الأرض وعلى وجه العالم بأكمله أفضل من يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام. فحضرتك بتسألي سؤال مهم جدا، إيه الأعمال اللي ممكن نعملها في يوم عرفة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، ماشي، وننال بيها أجر الحاج المحرم وإحنا لسه ما أحرمناش وروحنا الحج ولا طفينا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن الصيام يوم عرفة بيكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. يعني لو حضرتك حسبتيها بالحساب بتاعنا 720 يوم، تخيلي حضرتك شفت الثواب قد إيه، وشفت العظيم ربنا سبحانه وتعالى في يوم العرفة. يكفي أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على الحجاج في يوم عرفة، مش الحجاج بس، ده يتجلى على عبادي كلهم في يوم عرفة، ينظر إليهم ويتباهى بهم أمام الملائكة، يقول الملائكة إيه؟ انظروا إلى عبادي، شوفوا عبادي، هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ليه يا ربي؟ يرجون رحمتي ويخافون عذابي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله عليك يا رب، الله على حنيتك ورحمتك بينا يا ربي. فتخيلي حضرتك النهاردة أوكازيون زي ما احنا بنقول كده، عروض خاصة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها لنا النهاردة في يوم عرفة. مفيش يوم على وجه التحديد، عشان كده يوم عرفة ربنا سبحانه وتعالى بينزل إلى السماء الدنيا في اليوم كله، يعني ليالي القدر أو في الأيام العادية ربنا عز وجل بينزل في الثلث الأخير من الليل، صح؟ من بعد الساعة 12. أما يوم عرفة من بداية اليوم لحد آخره ربنا سبحانه وتعالى من صلاة يتجلى الفجر زي ما بنقول، يتجلى برحماته الكريمة والنفحات العظيمة لنا. احنا عايز يعرفنا، عايز يقول لنا قربوا مني، عايز يقول لنا تعالوا مهما أذنبت ومهما كتر ذنوبك اوعى تيأس من رحمة ربنا. النهاردة أفضل عمل نعمله النهاردة إن شاء الله وهو الدعاء. الدعاء يا جماعة النهاردة أفضل حاجة نعملها. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أفضل دعاء ندعيه النهاردة على وجه العام كله دعاء يوم عرفة. وقت هو يقصد إذن الوقت ولا يقصد الصيغة نفسها؟ لا، الصيغة بكل ما تشائي، يعني أي صيغة تقوليها، وباللغة العامية زي ما احنا بنقول كده بالبلد، ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش زي ما احنا بنقول كده الكلام المزوق، لا، ربنا عز وجل بيقول لك بص فضفضي بما أنت في تحبين، وأي صيغة وأي حاجة ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال في آية تانية إيه؟ خلينا بقى نتكلم ادعوني أستجب لكم، صح كده؟ اتفضلي.
يعني دلوقتي اللي محتاج حاجة من ربنا يقعد كده وهو بيصلي بعد الصلاة يطلبها منه، صح نعم كده؟ نعم اللي نفسه في حاجة يطلبها من الله سبحانه وتعالى، اللي عمل ذنب يستغفر الله ويتوب ويقعد يقول يا رب سامحني، طبعا هو كده تقصد صح كده؟ اه في هذا طبعا اليوم طبعا اللي نفسه ابنه يعني يبقى حاجة كويسة، بما في قلبك أي حاجة احنا فاضفضي يا جماعة نتمناه النهاردة. نقعد. النهاردة عايزين نعرف ان افضل طيب العبادة الدعاء اللي بس. زعلانين من الناس، اللي متضايقين من بعض، يعني هل برضو يجوز ان انا بعد الصلاة ادعى عليهم؟ لا لا، ما احنا بنقول احنا كده بقى بنضيع ثواب الصيام، فما ينفعش. لا لا، ابني احنا بصي يا استاذه، السيده عائشه رضي الله عنها لما قالت النبي يا رسول الله ادعي بايه افضل دعاء، الله قالت ايه؟ الله قال لها ايه؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ده افضل دعاء. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها ايه؟ خلي بالك قبل ما تدعي، من اراد العفو فليعفو. يعني عايزه ربنا يعفو عنك، ما انت تدعي ربنا يا رب سامحني، طب هيسامحك ازاي وانت مش عايزه تسامح عبيده؟ فافضل حاجه النهارده يا جماعه نصفي قلوبنا، نخلي قلوبنا طيبه. النبي عليه الصلاه والسلام يا استاذ لما جه يمدح ابو بكر الصديق ما قالش ابو بكر الصديق ده بيكتر من الصلاه والصيام والحج، لا طبعا، وانما دي كل دي عبادات. قبل العبادات ايه بقى؟ الاخلاقيات، التعامل مع الناس. قال ايه بقى؟ ما سبقكم ابو بكر بكثره صلاه ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبي. عارفه ان حضرتك يعني قلب نظيف. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان طب بيسامح الناس وكان بيعفو عن الناس. مش هنقدر نسامح في أذية ممكن الواحد يتعرض ليها بتبقى كبيرة جدا مش قادر يسامح، مش قادر. يبقى طب أنا مش هتكلم على إن هو يدعى عليه، ممكن ما يدعش عليه ولا حاجة، ربنا يهديه، كفاية نعم إن احنا ندعي بالهداية، ولكن يعني عدم المسامحة هل تنقص من أجر الصيام والصلاة وأي والصدقة اللي بتحصل لا، هي بترجع والأعمال لحضرتك، المستحبة في يوم عرفة؟ لا هي بترجع لدرجات. يعني حضرتك مثلا بدل ما تاخد درجه امتياز هتاخد جيد جدا، مش تاخد ذنوب بس. احنا بنتكلم عايزين يا جماعه النهارده نصل الى اعلى الدرجات بس حتى في العفو دايما بيبقى عند المقدره، عند المقدره. مش وانا مظلومه وانا فالنبي علمنا ايه بقى؟ ان احنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ناس كتير نعم قوي فاكره ان دي انا بدعي عليك، لا دي مش دعوه، انا كده بوكل ربنا امري سبحانه وتعالى لله في سبحانه امري. وتعالى. انا بقول له يا رب انا ماليش غيرك يا رب، يا رب تصرف لي في امري، يا رب فلان ده ظلمني، يا رب يا ربي، يعني زي ما احنا بنقول كده انت وكيلي وحسبي. فدي افضل حاجه نقولها النهارده. بس النهارده عايزين نوجه يعني رساله مهمه قوي للمشاهدين، ان احنا النهارده عايزين نخلي اليوم النهارده يوم صفاء للقلوب، يوم صلة أرحام. العيد يا جماعة زي ما احنا بنقول كده في أبهات كتير أو أمهات بيشتكوا إن أهالي أبنائهم وبناتهم لحد دلوقتي مفيش مكالمة حتى إزيك يا ماما كل سنة وأنت طيبة. طب إزاي يا جماعة؟ صلة الأرحام تزيد الأعمار. صلة الأرحام من أفضل العبادات اللي احنا نتعبد بيها في العيد بالذات الأيام دي، أفضل حاجة صلة الأرحام. فالنهارده ان شاء الله عايزين نخلي زي ما قلت لحضرتك كده مفيش صيغه في الدعاء. النهارده ان شاء الله اليوم كله ما وراكش حاجه غير الدعاء، ادعوني استجب لكم. فالنهارده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان افضل دعاء دعاء يوم عرفه. طب نقول ايه؟ ايه الصيغه اللي حضرتك مثلا بتقولي افضل صيغه طب اللي هتقولي جت في ايات الصيغة، بس الحج؟ أنا عشان أنا معايا اتصال ودلوقتي وقت على طب التليفون، ماشي فخلينا اتفضلي. ناخده وبعد كده نرجع نكمل ماشي حديثنا. اتفضلي. أستاذة هدير اتفضلي. يا أستاذة هدير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة إيه لو وحضرتك سمحت، طيبة. أنا كنت عايزة أسأل بس فضيلة الشيخ عن حاجة بخصوص الأضحية. اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم. هو لو سمحتي يجوز الجمع ما بين الأضحية والفدية؟ يعني هو أضحية صغيرة هي خروف، والمفروض إن أنا هشترك أنا ووالدتي وأخويا، أخويا متزوج وعنده أضحية، ما هو الجمع عايز ما بين الأضحية وإيه؟ معذرة، الفدية. يعني النذر قصدك يعني؟ لا هو مش نذر، هو فدية. فدي يعني عقيقة مثلا؟ فدي يعني حاجة زي كده. يعني مثلا هل يجوز مثلا الجمع بين الأضحية والعقيقة قصد حضرتك كده يعني؟ لان احنا المفروض ان احنا هنشترك احنا الثلاثة، واخويا بنية الاضحية وانا ووالدتي بنية الفدية، نعم فهو هل يجوز؟ ماشي، رسالتك وصلت. تمام. عند حضرتك أسئلة تانية؟ لا شكرا. أشكر حضرتك على الاتصال. وبص تمام. حضرتك، يجوز الجمع بين الأضحية وبين العقيقة في حالة واحدة، إذا كانت حاجة كبيرة. أما الخروف ما ينفعش نجزأه، لأن الخروف حاجة واحدة صغيرة. لو كان أعزكم الله مثلا عجل، أو كان مثلا يعني الخروف جاموس ما أو ينفعش الحاجات دي اجزاه، كلها، يعني لا ما ما ينفعش ينفعش، اعمله هي حاجة واحدة عقيقة بس. واضحية، هي حاجة واحدة، لكن ينفع في ال لكن ينفع مثلا إن احنا نشترك مثلا مع في بعض مثلا في إجل، نشترك الانعام مثلا. التانية أيوه صح كده، والابل، صح أيوه كده؟ صح، عشان دي تمام. حاجة كبيرة ممكن يشترك فيها 7 وممكن يشترك فيها 10. فدي يجوز ان الانسان مثلا يجمع فيها بنيه مثلا ايه؟ الاضحيه وبنيه العقيقه. تمام. انا معاك. اتصال تاني من الاستاذ ممدوح، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ الدكتور وبركاته. محمود، بعدين مع حضرتك. حضرتك يا فندم. تفضل يا أستاذنا، مع حضرتك. تفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم حضرتك السلام وحشتنا ورحمة يا الله فندم والله. وبركاته. الله يكرمك، تحت كل أمرك يا عام أستاذنا. وأنتم بخير والله، إحنا بنحبك في الله والله يا دكتور. وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة يا رب، الله وكل أسرة يخليك، الله كريمة. يخليك. هو أنا كنت اشتكيت مرة لحضرتك، مش عارف هتفتكرني ولا لأ، من ولادي يعني وكده. وحضرتك بتقول صلة الرحم دلوقتي، طب أنا أعمل إيه وهم كلهم عاملين لي حظر على التليفون؟ نعم وأنا بترد من حضرتك عشان ما أضيعش وقتك يعني. اه نتدعي لهم بس ان ربنا يهديهم يعني، ان شاء عشان الله. انا مش عارف والله اعمل ولادك كل والله. ولادك تخيل حضرتك يا دكتور، ابص على كلهم حضرتك. عاملين لي حظر، ولادي اربعه وزوجاتهم، لا زوجاتهم لا ما والله بيردوش يعني عليها تليفون، وانا والله ما عملت اي حاجه تستاهل كله يعني، لكن مسلم امر الله ان الله بصير بالعباد. والله يا استاذ انت بس ممدوح، حضرتك بتغيب علينا يا دكتور والله وبتوحشنا، وانت بنحب نقول لك مشاكلنا وامورنا يعني، الله ربنا يكرمك، يخليك لنا. الله ونشكر يكرمك. قناه اداره القناه اللي هي جابتك لحضرتك دي. الشكر موصول لحضرتك والله، الشكر موصول الله يخليك لحضرتك يا والله. حبيبي، كان الله حاضر، يخليك. انا بس انا وجرهم الساعه دلوقتي ان شاء الله. والله انا مش عارفه اقول ايه يعني. اولا الف شكر على اتصالك، مش انا لسه قايل لحضرتك من ثانيا شويه انا مش والله مش قادره اتفاجئت صح؟ اتخيل كم احنا، مش اول اتصال، ما انا فاهم ده يمكن ثالث او رابع اتصال. ايه عقوق الوالدين ده؟ هو في ايه بالظبط؟ هو احنا في اي زمن يعني؟ ما هي دي من علامات وهو الايه؟ يعني معلش، الراجل اللي مراته تقول له ما تسألش على باباك، انا مش لاقيه صراحه، مش عايزه اغلط. انا مش عايزه اغلط. هتلاقيه في اولادها، بروا ابائكم تبركم ابنائكم. سيدنا موسى ربنا عز وجل بيقول له ايه؟ يا موسى وقر والديك، يعني احترم ابوك وامك واسال عليهم وبرهم، فان من بر بوالديه مددت له في عمره. طب وعياذا بالله بقى العقب والديه، قصرت عمره ووهبت له ولدا يعقه، يعني كما تدين تدان. زي ما تعق ابوك دلوقتي وما بتسالش عليه ومستخسر في مكالمه تليفون تقوله كل سنه وحدك طيب يا بابا، هتلاقي برضو ابنك بعد كده برضو هيعقك. والله يا استاذ انا فاكر المكالمه دي صح، من احدى الحلقات اللي انا كنت فيها، وانا ساعتها حتى انهارت وبكيت والله. يعني ربنا يهدي الحال ويهدي له الولاد، ويعني احنا لو جينا اتكلمنا عن بر الوالدين فيعني محتاجين حلقات بالظبط كده، احنا مش هنخلص. وبعدين يا جماعه والله ده ان انت تبر اهلك، فده بعد افضل تعتبر عباده والله، بعد طاعه الله سبحانه وتعالى، صح، طاعه الوالدين. افضل عباده، لان ربنا ممكن يسامح في حقه، بس في حق الاب والام ما يسامحش ابدا، والله ما يسامحش مراتك ابدا. هتعرف تطلعها وتجيب واحده غيرها، اه، وابنك اما لو الاب مات والام هتجيب غيره، اما الاب والام مش ما هنعرف فيش، ما نعوضهم. يتعوضوش، ما يتعوضوش. أنا عشان معايا كده ربنا عز وجل قرن عبادته بإيه؟ ببر والديه. وعلشان كده أنا بقول دايما كورونا والله ما قليل علينا، ده ما هو احنا بسبب نحتاج أعمالنا. أكتر بكتير من كورونا. دي بسبب كورونا دي أعمال، ولا مش هت مش مقصرة، مش مقصرة في الناس بجد. فين الأخلاقيات؟ فين بر الوالدين؟ اللي احنا دلوقتي بنهاتي بنقول يا جماعه بوس ايديكم بالله عليكم، ابوكم وامكم، يعني الانسان الاب بعد ما كبر وبعد ما ربى وبعد ما علم وبعد ما صرف دم قلبه، هو ده جزاته؟ جزاته ان حتى مستخسر فيه مكالمه؟ والله انا الصراحه والله ما عنديش انا كلام اقوله. يعني المقاطعه، لكن حتى المكالمه الاب اللي بيطلب ان الولاد هم اللي يتصلوا بيه والولاد هم ده اللي بخل متصلين، مشاعر حضرتك. ده احنا في اي زمن بالظبط؟ ده حسبنا الله ما ونعم دي من علامات الوكيل. يوم القيامه للاسف. حسب الله ونعم الوكيل. معايا منى، اتفضلي يا منى. اتفضلي يا استاذه منى. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي، في شكلها صغنن. اتفضلي يا منى، احنا سامعينك يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه وبخير يا رب، وبصحه وعافيه دايما. اتفضلي بس اسمعيني من التليفون يا منى. منى اسمعيني بس من التليفون، يحضر لك الخير. اتفضلي قولي يا حبيبتي، عندك اسئله؟ لا كنت بس بعيد عليك. ربنا يخليك وما نحرمش منك يا رب، وتفضلي يا رب كده العيد اللي جاي تكوني محققه كل احلامك. انا بجد سعيده جدا باتصالك يا حبيبتي. هم دول بقى شباب المستقبل. وبالظبط كده. يعني ربنا ربنا يبارك يجعلكم فيها يا رب. برين باهليكم يا رب. يعني يا وقدوه رب. للمجتمع باذن الله. يا رب. اشكرك يا جدا يا منى على اتصالك يا حبيبتي. ومعايا اميره، اتفضلي يا اميره. أميرة، أنت أخت منى ولا إيه يا أميرة؟ ألو؟ اسمعيني من التليفون بس يا أميرة. لا أنا واحدة تانية. ماشي حبيبتي، اسمعيني من التليفون واقفلي التلفزيون. اقفلي التلفزيون يا أميرة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي معاك. طب مش هتسلمي عليا الأول؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت عاملة إيه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. انت عندك كام سنه؟ انت مستعجله على ايه؟ انا
انا عندي تعدي 11 سنه. 11 سنه، اهلا وسهلا بيك يا اميره، اتفضلي معاكي فضيله الشيخ اهو. اتفضلي سامعك. اتفضلي. لو سمحت، انا كنت برتكب ذنوب كبيره جدا. وانت لسه كملتي يا اميره؟ انت 11 سنه؟ لا بجد لسه لم يجر عليك القلم يا اميره، انت لسه صغنطوط. ما شاء الله، لا هذا ان دل فانما يدل على التربيه السليمه، ويدل على ان هي مصالح قريبه قوي من ربنا، ممكن قصدها الذنب ده، يعني ممكن قصدها مثلا ان هي قصرت في حاجه صغيره فعندها ذنب كبير يعني. فده طبعا ده بيعلمنا يعني، ما انا بقول لحضرتك ما شاء الله دول بقى بنات المستقبل. يعني ربنا يجعلكم دول ما شاء الله، يعني ربنا يجعلهم ذخرا لاهليهم. كنت 11 سنه. ربنا يجعلهم ذخرا لاهليهم يا رب. اللهم امين. عايزين نتكلم عنهم يا رب. لا الحاجات ان انت تضربي اخوك دي، تاخدي منه المسطره ولا تدسي منه الاستيكه ولا تروحي توقعي بينه وبين مامتك علشان تضربه، الحاجات دي مش ذنوب، ما تقلقيش يعني. ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب. احنا معانا اتصالات ثانيه. معايا رمضان، اتفضلي يا استاذ رمضان. اسمعني من التليفون بس يا استاذ رمضان، واقفل التلفزيون بعد اذنك. ام احمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيب. اتفضلي يا فندم. انا عايزه اكلم الشيخ محمود. مع حضرتك اهو، اتفضلي. معاكي يا حبيب قلبي، معاكي يا عمتي، ده عمتي. يا حبيب دي عمتي بركه العيله كلها. ازيك يا عمتي؟ يا ابويا. الله يكرمك، كل سنه وانت بألف خير وصحه وسلامه وسعاده يا ربي. يا رب. والسنه الجايه ان شاء الله جميعا يا رب على عرفات. نور الشاشة. الله يكرمك، الله يكرمك يا رب. هدعي لك النهارده ان شاء الله. ايوه ادعي لي يا محمود. حاضر، هدعي لك في اخر الحلقه ان شاء الله. ادعي لنا يا حاجه. بس انت برضو ادعي لنا، برضو ادعي للاستاذه برضو يعني. اه والله الله يبارك لكم. لان دي قريبه من ربنا او واصله يعني. ما شاء الله. ماشي. ادعي لي بقى يا طنط. ماشي، اشكرك جدا على الاتصال ونورتينا، وربنا يبارك لك يا رب ويبارك في الشيخ محمود ان شاء الله. نكمل نكمل. هو صراحه الاتصال بتاع عمره فصلنا. فيوم عرفه ده النهارده ان شاء الله، يوم عرفه يعني من افضل العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيحبها النهارده سبحانه وتعالى. وعايزين برضو ننبه ان عايزين ننبه برضو ان النهارده، بس انا بعد اذن حضرتك ومعذره على المقاطعه، انا معجبه قوي ان في اطفال اتصلوا بينا، يعني انا بجد مبسوطه ان ايه ده بيسمعونا، ده حاجه كويسه جدا، فان الاطفال بيتعلموا دينهم ويسمعونا، دي برضو بشره خير ان شاء الله. نكمل بقى حديثنا عن يوم عرفه، ولو زي ما قلت لكم ان يوم عرفه يعني ليه فضائل كتير ومتعدده، ومهما اتكلمنا مش هنحصيها عددا. يا استاذه يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى نزل افضل ايه من افضل الايات في القران، من اواخر ما نزل من القران، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يا الله، تخيلي حضرتك يعني ايه ربنا سبحانه لما يرضى عننا، دي حاجه كبيره قوي. سيدنا عمر يقول ايه؟ والله اني لاعلم متى نزلت واين نزلت وفيما نزلت، انها نزلت على رسول الله في يوم عرفه. حضرتك متخيله نزلت في يوم عرفه الايه دي؟ فربنا سبحانه وتعالى عايز يعرفنا يعني ايه قرب من ربنا، يعني ايه ان انت يوم عرفه جاي عشان يقول لك ان نفحه من ربنا، جدد طاعتك وجدد دعوتك وما تستحيش من ربنا مهما فعلت من الذنوب، قرب من ربنا واكثر من الدعاء. وزي ما قلنا افضل الدعاء ايه؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بالله عليكي في افضل دعاء من الدعاء ده؟ احنا عايزين ان ربنا عز وجل يدينا حسنه الدنيا اللي هي الزوجه الصالحه، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، خير متاع الدنيا الزوجه الصالحه. طب وحسنه الاخره اللي هي دخول الجنه، في افضل من كده؟ وقنا عذاب النار. يعني احنا ربنا يا ربنا يا رب، اللهم في هذا الشهر وفي هذا اليوم العظيم ان تعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. فالنهارده زي ما قلت لحضرتك كده، النهارده يوم ذو خصوصيه خاصه، يوم يا جماعة النهاردة عايزين نكسر فيه من الطاعات، نكسر فيه زي ما قلنا من صلة الأرحام، من الدعاء، من الاستغفار، نخلي النهاردة دعاء بس، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء يا جماعة ده من أفضل عبادات النهاردة إن شاء الله نحن نقربها من ربنا سبحانه وتعالى. طب أنا معايا اتصال من أبو جنة، اتفضل يا أبو جنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. مع حضرتك فضيلة الشيخ. اتفضل اتفضل يا أبو جنة معانا. محمود انا ليا سؤالين بعد اذنك. اتفضل مع حضرتك. السؤال الاول، افضل الدعاء في يوم عرفه. نعم. وحضرتك انا اعرف جار ليا بيحج كل سنه. نعم.
فهل الحج فرض ليه كل سنه ولا الفلوس دي افضل يطلعها الفقراء او سؤال مهم. لا سؤال مهم قوي جدا. اه طبعا سؤال مهم. تمام. عندي سؤال وليه طلب بعد اذن حضرتك. تحت امرك اتفضل. ان شاء الله هتجوز قريب يعني. عايز اتواصل مع حضرتك. حضرتك تكتب لي عشان ايه؟ معلش ما خدتش بالي. حضرتك تكتب لي. ما يعني كاتب كتاب حضرتك يعني؟ اه ان شاء الله. حاضر حاضر اتواصل معايا بعد الحلقه ان شاء الله. واحنا النهارده محضرين مفاجاه ان شاء الله، ان هو الاب مشيت الاخر اخر الحلقه بمشيئه الله ان شاء الله. في مفاجاه معانا، احنا صايمين كلنا. أوه. طيب معايا زينب، احنا ناخد الاتصالات كلها مره واحده وبعد كده نجاوب عليها. ماشي. طيب معايا زينب، اتفضلي يا زينب. زينب عشان نلحق نجاوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله النهارده زينب عندك كام سنه يا زينب؟ طب يعني بكره لازم تتصلوا بي، انا طالعه بكره واستنى اتصالاتكم. اميره وزينب وفي بنوته صغيره ندى تقريبا، هستناكم تاني بكره تتصلوا بي او منا. ازيك يا زينب عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تسلمي. انا مبسوطه جدا والله ان انت بتكلميني. انا اكتر. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب وسعيده، وان شاء الله السنه اللي جايه تبقي في سنه اكبر ومحققه كل احلامك يا رب. انت عايزه تسالي الشيخ سؤال؟ لا كنت عايزه عايزه عليكم بس. حبيبه قلبي تسلمي لنا يا رب، ربنا يبارك فيكم يا رب. والله وانا بحبك. والله وانا بحبك قوي. تسلمي لي يا مينا وسلامي لاهلك كلهم ولمامتك. كل سنه وانت طيبه وكل اهلك بخير وسعاده. نجاوب على السؤال ولا في اتصال؟ طيب دي زينب. يعني بقول لك يا زينب، انت لو ينفع تسيبي رقمك عشان اكلمك بعد الحلقه يبقى كويس، عشان خلاص انا بحب الاطفال. ماشي. احنا بقى عايزين نجاوب على الحلقه. يعني يا ريت تتصلي تاني وتسيبي رقمك مع الكنترول. النهارده بس في احنا معانا ام احمد. طب ماشي. ابو احمد معذره الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابو احمد. الله انا منور الاذاعه ومنور الشاشه والله والصحه والجمال. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الف شكر لحضرتك. النبي اسال سؤال للشيخ بعد اذنك. مع حضرتك يا فندم. اتفضل اتفضل يا استاذ. حضرتك يا سيدنا بالنسبه للاضحيه. هو حضرتك احنا سمعنا ان بتقسم ثلاث اجزاء. نعم. هل الاحشاء اللي هي في الضحيه بتتقسم ثلاث اجزاء ولا دي خارج القسمه؟ نعم نعم نعم. بالنسبه للطحال والكبده والاحشاء الداخليه يعني، هل هي تبع الاضحيه في التقسيم ولا خارج التقسيم؟ في سؤال عند حضرتك ثاني؟ الله يكرمك. دعواتك بس في الايام البركه دي. ربنا يتقبل مني يا رب صالح كل الاعمال. كل سنه وحضراتكم طيبين. ويتقبل منا الصلاه والصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم امين. شكرا لحضرتك يا ابو احمد. معانا مين تاني؟ معانا اتصال تاني؟ طيب احنا نجاوب على السؤال الاول اللي هي كانت بتقول ان اللي حد قريبه كل سنه بيحج ويعني هو فرض ان هو لازم كل سنه يحج ولا لا؟ بص يا استاذ احنا للاسف بنفهم الدين غلط. ابو جنى وعايز حضرتك تكتب له. معلش ازاي بقى؟ ما هو الراجل عايز يتجوز تاني اقول لا يعني. ماشي. ابو جنى بيسال سؤال مهم قوي زي ما حضرتك قلتي، هل دلوقتي الحج ينفع زي كل سنه ولا احنا دلوقتي يعني نعمل ايه؟ ولا الفلوس دي مثلا بتاعت الحج دي نحج بيها ولا في اعمال افضل من كده؟ احنا عندنا في الفقه الاسلامي في الشريعه في حاجه اسمها فقه الاولويات. يعني ايه؟ يعني ما يكونش عندنا ازمه كورونا وما يكونش عندنا فقراء دلوقتي مش لاقيين دلوقتي اللحمه ياكلوها ونروح نحج كل سنه. ما دام احنا ادينا الحج الفريضه ماشي، يبقى كده خلاص كده احنا ادينا الفريضه، يبقى احنا نشوف بقى ونبص بقى على ايه الاعمال الثانيه. يعني بص حضرتك برضو من افضل الحاجات اللي انا الصراحه يعني بفتكرها ومن افضل الاعمال يعني ان كان في راجل بيحج كل سنه، ففي وسط السنين كان هو ماشي في طريق الحج لقى ست ارمله معاها ثلاث ايتام كويس، ادالها كل ما يملك ليها هي وما راحش حج. ما راحش ايه؟ ما راحش حج، رجع تاني من غير ما يبلغ القافيه اللي كانت رايحه معاه كويس. بعد ما خلص الحج وكل حاجه، الناس لما رجعوا الحج اللي كانوا معاه قالوا ده انت كنت معانا في الحج وكنت بتطوف معانا وكنت بتسعى وكنت واقف على عرفات، اللهم ارزقني يا رب واقف بعرفات. فالراجل استغرب، ازاي انا ما كنتش معاك انا رجعت؟ فازاي؟ فدعا ربنا قال يا ربي يعني اظهر لي هذا الامر في ايه؟ فلما نام وشاف في المنام النبي عليه الصلاه والسلام جاي. يقول عليه الصلاه والسلام جاله وقال له ايه؟ كان اسمه عبد الله بن المبارك. قال له يا عبد الله ان الله وكل ملكا من السماء يحج
ماشي مثلما تحج ويطوف مع إخوانك حتى إذا كان يوم عرفات. يوم عرفات نادى الله على ملائكتي اكتبوا لكل من وقف بعرفات حجة، حجة واحدة، واكتبوا لابن المبارك بعدد من وقف بعرفات حجت. تخيلي حضرتك وهو ما حجش، ده إدى الفلوس بتاعته الأرملة اللي هي أم الأيتام. يمكن عايزة ليه بقى؟ عايز يعرفنا ربنا عز وجل، عايز يعرفنا التكافل والحج القلبي مش الحج بالأبدان بس، وما دام الإنسان حج مرة واحدة كفاية. ممكن أنا بداية الانترو قلت يعني الناس اللي ما بيصفهاش الحظ ان هي تزور يعني تزور مزارتش الفقراء. بيت الله الحرام السنه دي صح. فتطوف على الفقراء صح. والمساكين هتجد لها حل. النهارده عايزين نخلي لا مش بس كده، يمكن من ايجابيات كورونا كمان ان خلتنا نحس ببعض، ان خلتنا نحس ببعضينا، وان الناس اللي كانت رايحه عمره وما راحتش عمره تصدقت بتمن العمره على الفقراء والمساكين. فبرضه ربنا عز وجل له حكمه، فاحنا يوم العيد ده عايزين نخليه يوم للفقراء، عايزين نترك ابواب الفقراء، نخبط على بابهم. يعني انا شخصيا اعرف ناس فعلا كل سنه اما بتعمل عمره ماشي هي او زوجها، ولكن ولادهم مثلا محتاجين للأسف ده ولادهم محتاجين يتستروا في منزل، حاجات كتيره بتبقى لها اولويات في حياتنا. يقول لك لا ربنا ما قالش ان انت تروح له كل سنه على فكره، ربنا واهلك محتاجين الحج مره واحده بس في العمر. ولمن الله. استطاع يعني، يعني كمان لان الحج عباده بدنيه وعباده ايه ماليه، يعني فلوس وبدن، فعشان كده مشقه شويه غير بقيه العباده. يعني مثلا الصلاه مثلا عباده بدنيه بس، الصيام مثلا عباده مش بدنيه. مش معنى اوعى تفتكر ان انت هتروح تحج فربنا هيغفر لك وتدخل الجنه، ما انت ممكن تكون عملك على فكره مش كويسه، وبرضه والله لو حجيت 100 مره مش هتدخل الجنه. طب ما احنا الحلقه يعني اللي فاتت بنتكلم كفاية على كفايه قوي ان امراه دخلت يعني النار في قطه ورجل دخل الجنه في كلب سقاه. صح. انتظروني بعد الفاصل مكملين معاكم مشاهدينا بعد الفاصل، ومكملين حديثنا عن فضاء اليوم عرفة وعن طريقة الذبح وأدبها وشروطها وسننها. كل سنة وحضركم طيبين. أنا معايا اتصال، معلش كان من قبل الفاصل فخلينا ناخده الأول. أم رحمة تفضلي. أم رحمة، أم رحمة موجودة؟ تفضلي أم رحمة. السلام عليكم أم رحمة، مش سمعنا خالص. طيب يا ريت تعودوا اتصال بينا مره تانية. كان في اتصال وكان في سؤال معانا من الاتصال اللي كان قبل الفاصل، اللي هو بيقول اولا نجاوب الاول على ابو جنى الاول، كان ليه سؤال برضه افضل دعاء او حاجه زي كده غير اللي هو نحج كل سنه، ولا كان ليه سؤال برضه اللي هو افضل أنا صراحة طيب نقول عموما هو افضل دعاء زي ما قلنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب الايه النار. الدعاء الثاني بقى اللي هو اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. الدعاء ده ليه قصه بسرعه نقولها ماشي. كان في واحد وقف على جبل عرفات ونسي كل الادعيه اللي هيقولها من وحدك لما تروحي هناك ان شاء الله ربنا يرزقنا يا ربي. المشهد بتاع يوم عرفه ليه هيبه وليه إجلال، فممكن الواحد زي ما بنقول كده كل الأدعية اللي في دماغه كلها ينساها من كتر المشهد، فهو نسي الأدعية كلها. فلما وقف على جبل عرفات قال يا رب أنت تعلم بحالي، أنت عارف يا رب إن أنا غصب عنه ونسيت، ولكن اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وبعد كده نزل وما دعاش تاني. ربنا عز وجل وفقه ماشي واختاروا ان هو يقف على جبل عرفات السنه اللي بعديها، فوقف نفس الموقف ودعا نفس الدعاء، فسمع الملائكه وهي بتقول له ايه يا عبد الله بنرفق، يعني بروح علينا شويه. فهو استغرب، بروح انا قلت حاجه انا ما دعيتش في حاجه، يعني جنب عمال يدعي بقاله من امبارح وده بقاله ساعتين ده. طب انا قلت ايه؟ فالملائكه قالت له والله ما انتهينا من كتابه ثوابها من العام الماضي، احنا لسه عمالين نكتب ايه ثواب العباره اللي انت قلتها دي من السنه اللي فاتت. حضرتك متخيله سنه كما ملائكه عماله تكتب في ثواب اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام بس، فما بالك بقى ان افضل الدعاء النهارده اللي هو الدعاءين دول اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. نجاوب على السؤال اللي بعده. الاحشاء، احشاء الذبيحه داخل التقسيم كويس. ولا لا؟ الاضحيه كلها تقسم بما في داخلها كلها، حتى الراس وحتى كلهم، حتى الاحشاء تقسم. ما هو مش من حق دايما يعني بنشوف اللي بيضحي لا بيشيل الاحشاء والراس كويس ويروح مقسم. حته الكبد دلوقتي بقت اغلى من اللحمه الكبد بقى اغلى من اللحمه، فدلوقتي الكبد ده هيروح فين؟ مين اللي هياخده؟ لازم يقسم برضه، لازم يقسم. هو عدل ربنا، ما دام احنا مشتركين في حاجه يبقى ناخد المشتركين في كله. احنا دلوقتي مشتركين في الاضحيه ولا مشتركين في اللحمه؟ مشتركين في ايه؟ في الاضحيه، في مؤاخذه عزاكم الله في نفسه. هو يقصد التقسيم اللي هي للفقراء وللاهل وللبيت، دي حاجه ترجع له هو.
دي حاجه ترجع له هو، ممكن يخلي مثلا الاحشاء او كل حاجه ليه هو لاهل بيته ويطلع لحمه، وده الافضل حضرتك، ده الافضل، افضل ان هو يطلع اللحمه للفقراء ماشي، اللي هو النصيب الفقراء لحمه، وممكن لو عايز يخلي من ضمن نصيبه هو الاحشاء ما فيش مشكله. تمام. فالاسلام فيه سعه وفيه يسر، والاضحيه عامه فيها اراء كتير قوي وما فيش مشكله خالص ان شاء الله. طيب كفاره اليمين وظروفه ما تسمحش ان هو يطعم 60 مسكين، ده السؤال هنا. احنا قلنا ان ده بالنسبه لايه كفاره اليمين، هو قال ايه يعني، ايه اللي يعني هو حلف بيحلف يعني حلفان ولا ظهار؟ ما هو 60 مسكين ده ظهار، والظهار الظهار اللي هو يقول لمراته انت محرمه عليك تحريم ام او اختي. لا حلفان، الحلفان عاد بالطلاق اطعام 10 مساكين. طيب هو ما معهوش يطعم 10 مساكين، بص حضرتك ينفع يقسمهم كل شهر مثلا؟ ما فيش مشكله ولو بتمره، بص كل واحد على قده. الراجل لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا ما فيش افقر مني اروح يعني انا الكفاره دي دلوقتي فضلت الشيخ، ما حدش عارف انت لما تروح تتصدق فلازم الصدقه ازاي، من كرتونه رمضان بتبقى ما شاء الله مليانه من خيرات ربنا او شنطه رمضان كويس. لا طبعا تبقى كده الاطعام مش كده يا استاذ، برضو الناس ما بتتقبلش الصدقه القليله اللي فاكره كده. بس هو لا الاطعام مش كده، ربنا قال من يسر ربنا لينا من اوسط ما تطعمين اهليكم، يعني ايه قاعد وباكل فلو طعميه اطلع فلو طعميه، باكل كباب وكفته اطلع كباب وكفته، الكباب وكفته مثلا كيلو 150 وليكن اطلع 150 جنيه. يعني هو يشوف هو بياكل ايه، يشوف هو بياكل ايه من اوسط اللي بياكله وممكن يطلع اكل دي مش ما فيهاش مشكله، يعني مش شرط فلوس، ده الافضل ان هو يطلع اكل طعام، فهو يشوف دلوقتي اللي هو مناسب ليه ايه ويطلعه طعام. والله مش عايز يطلع طعام يطلع، لكن مش لازم برضه اطعمهم مره واحده، ممكن الطعام. كل ما اقدر معايا كل يوم مثلا مسكين مثلا ما فيش مشكله، او كل شهر يمشي ايه كل شهر، والله مش محتاجه لشهور يعني، هي الوجبه كلها مش هتكمل 10 جنيه مثلا. يعني دار الافتاء في احد الفتاوى قالت ان 10 جنيه 15 جنيه بكتير قوي، قال لي وجبه دلوقتي ب 35 جنيه فضلت الشيء. ما هو على حسب يعني فول وطعميه، فول وطعميه هيكملوا قد ايه يعني؟ ما حدش بيودي فول وطعميه مثلا لا في ناس بياكلوا فول وطعميه مثلا فهيطلعوا فول وطعميه، في ناس بياكلوا مثلا مسقعه وبطاطس مثلا. انا بحب الطعميه جدا على فكره والمسقعه دي، ما هي في اكله الجماهير دي اكله الشعب كله يعني. انا معايا حسام، اتفضل يا استاذ حسام. طب الصوت قطع معايا، استاذ احمد، استاذ احمد اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وخير. السلام عليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه جميعا. وحضرتك بألف خير. انا مشرف اني بشارك في برنامجكم المحترم ده. الله يكرمك، الله يكرمك، اتفضل. هو الصوت استاذ احمد النجار اللي معانا؟ لا يا فندم، احمد رجع. احمد رجع، اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب يا فندم، وعود عليكم من اهل خير يا رب ان شاء الله، ويا رب يزيح عن بلدنا الوباء والغلاء وكل الهم والهموم يا رب العالمين. يا رب يا رب. مصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب. مصطفى السلام، اللهم امين يا فندم، اتفضل. فضلت الشيخ محمد. حضرتك بس ليا بس سؤال، يعني يقول المولى عز وجل في كتابه فصل لربك وانحر، وطبعا للاسف ما فيش صلاه عيد في المسجد للاسف الشديد. كويس. فانا عايز اصلي مثلا باهل بيتي في البيت، او مثلا اللي موجودين معايا في البيت هنصلوا كده مثلا مع بعض. تمام، وبعد كده توكل على الله وقلبه. فطبعا في التكبيره الاولى بتبقى 7 تكبيرات، والركعه الثانيه بتبقى 6 من غير لا صح صح 7 من غير الاحرام، 7 من غير والثانيه 5 من غير تكبيره الانتقال، 6 من غير الاحرام، لا 5 يعني من غير تكبيره الانتقال. يعني اكبر تكبيره الاحرام الاول، ايوه، زائد 7 تكبيرات. تمام. والركعه الثانيه تكبيره الاحرام، لا تكبيره الانتقال اللي هي مثلا ما بتقوم اسمها انتقال خلاص الاحرام او الركعه خلاص ماشي، الانتقال بقى اللي هي الركعه الثانيه بتقول لا. الله اكبر، ده الانتقال، وتعد بعدها 5 غير الانتقال. تمام. يعني تمام. الاجمالي 6 و8، 8 في الركعه الاولى و6 في الركعه الثانيه. جزاكم الله خيرا، وخيرا جزاء، وخيرا جزاء تحت امرك. هو بيجي مع الاهل طبعا والاسره ويصلي بيهم، وبعد كده بعد ما يخلص الصلاه يروح يذبح، ولكن لازم الصلاه قبل الذبح. لا هو دلوقتي لو ما فيش صلاه عيد زي السنه دي، ما انا عارفه ان ما فيش صلاه عيد في المسجد، ولكن الصلاه في البيت، او لو الصلاه في البيت ما فيش مشكله برضو، ممكن الصلاه تجوز الصلاه في اي مكان. والتكبير احنا دلوقتي حتى لو ما هو ينفع الجيران وكده والاهل، او الاهل مثلا اسره كبيره، انا مش بحرض والله، انا عارف ده مخالف ليه، ولكن اهل ما شاء الله اي تجمعات ما ينفعش كتير قوي، ما ينفعش يجمعوا بعض ويصلوا، لا ممكن كمان نتكلم في اهل البيت فيها او فيها لا كمان.
يعني بعض العلماء قالوا برضه ما ينفعش اصلا صلاه العيد ما دام يعني المشرع المصري قال ان ما ينفعش صلاه العيد يبقى ما فيش صلاه العيد. احنا برضه ليه؟ لان هم دلوقتي بيبصوا للمصلحه العامه. انا بتكلم برضه ان انا مثلا قاعده في بيت وفي ناس كتيره معايا في نفس كويس. البيت اهلي. ما هي المصلحه العامه قبل المصلحه الخاصه، صلاه العيد ليا وحضرتك مصلحه خاصه لينا صح؟ اما المصلحه العامه ليا الوقايه من المرض، صح كده؟ فاحنا نبص للمصلحه العامه افضل. وكمان معلش برضه فضيله الشيخ، يعني هي فتح السينمات ولا الحاجات التانيه ولما اجي عند الصلاه وهي كلها مش هتكمل 15 دقايق بيت هي المشكله؟ ما احنا بقى بنتكلم دلوقتي اولا السينمات يعني الحق حقا يتبع برضه. هو كله مغلق لحد دلوقتي على ما اعتقد يعني، فهو برضو بيسال سؤال مهم قوي، هل صلاه العيد دي صلاه بس؟ لا، ما هو في تكبيرات، في صلاه ارحام، في حاجات كتير قوي يا جماعه. ان ليه احنا بنخلي صلاه العيد العيد كله صلاه؟ طب ما هو في حاجات تانية كويسه افضل وافضل واحسن، يعني ناخد عليها ثواب اكتر. اصل حضرتك حتى الاهل مش راضي تخلينا نصلي معاهم، فهو ممكن مثلا قصده ان اضحيه قبل العيد ولا بعد العيد؟ لا طبعا زي ما احنا عارفين طبعا ان هي بعد العيد، لو قبل العيد تبقى الصدقه طبعا، صح كده؟ انا معايا حسام، اتفضل يا استاذ حسام. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ممكن اكلم الشيخ محمود حضرتك؟ تحت امرك، اتفضل. مع حضرتك محمود. اتفضل يا استاذ، تحت امرك. اسمع حضرتك على طول. الله يسلم حضرتك على طول. الله يكرمك، تشرف لينا، اتفضل. الله يخليك. بقول لحضرتك ايه، لو انا مثلا كنت ناوي ان انا ابدا عيد كويس والظروف جت معايا ما سمحتش وما بدتش، ده كده يبقى عليا مش في مشكله ولا عادي؟ فهمت عليك اللي بعده؟ ماشي، سؤالك بس خلاص فهمت. ماشي. طب اشكر حضرتك على الاتصال. اولا هي الاضحيه سنه مؤكده زي ما احنا عارفين للقادر. انا دلوقتي مثلا نويت ان شاء الله ان انا ايه، ان انا النهارده هضحي، السنه دي هضحي، جاتني شويه ظروف، الفلوس خلصت معايا، جاني شويه ظروف مرضيه وخدت في المصاريف اللي كانت معايا، خلاص لا يكلف الله الا وسعها. يبقى انا دلوقتي ليه؟ لان ده مش نادر يا جماعه، النادر ده واجب عليك، فرض عليك، وليوف نزورهم زي ما ربنا قال. اما الاضحيه سنه للمستطيع. وخلي بالك ما تزعلش، النبي عليه الصلاه والسلام ضحى عنك. النبي في يوم العيد يا جماعه ضحى ايه؟ بكبشين املحين اقرنين في الحديث الصحيح. اول واحد قال ايه لما ذبحوا؟ اللهم ان هذا عن ايه؟ عن محمد وال محمد، يعني ده يا رب عني وعن ال بيتي. طب والايه والكبش الثاني قال ايه؟ اللهم ان هذا عن فقراء امتي. يعني اي فقير مش هيضحي ما تزعلش. وقال فقراء، ما قالش المستطيعين ومش راضين يذبحوا. ايوه الله ينور عليك، صح كده. فهو دلوقتي بيقول ان انا دلوقتي مش مستطيع، او مثلا كنت ناوي ان انا اذبح بس حصل شويه ظروف، الفلوس خلص او حصل ظروف. انا بقول لك ما تزعلش، وان شاء الله السنه الجايه مش طلع وضع بمشيئه الله. تمام. انا معايا ام موده، اتفضلي ام موده. ام موده اتفضلي. ام موده بصي على الكاميرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك، اتفضلي. اتفضلي حضرتك. انا والله كنت لسه هجاوب اسالك بس سؤال على حضرتك جاوبته دلوقتي. انا كنت المفروض هاني اعمل ضحيه، بس انا حصل لي ظروف وعملت عمليه في رجليا، شفاك الله وعافاك. الحمد لله مش هنقدر نعمل حاجه نذبح دلوقتي يعني. ألف سلامة على حضرتك وكده. وما تحمليش نفسك فوق طاقتك زي ما بنقول دلوقتي كده. الأضحية سنة، وما دام حضرتك دلوقتي الفلوس اللي كانت مع حضرتك خلاص اتصرفت، إما في عملية أو في إما في حاجة مرضية غصب عنك طبعا، يبقى ده إن شاء الله تعوض السنة الجاية بمشيئة الله. وعموما هي الأضحية بتاتي من وسع، يعني إن أنا مكفي بيتي والحمد لله مقضي ومش محتاج حاجة. أيوة. فمعايا فلوس زيادة عن متطلبات واحتياجات الأهل والأسرة، فأروح بقى جايب الذبيحة. لكن أنا مش بيبقى مريض أو محتاج أو علاج مثلاً يعني، او اهلي محتاجين او ولادي محتاجين. مين ينفع يا شيخ اخو قرض عشان اعمل اضحيه؟ ليه يا جماعه؟ ليه بنضايق نفسنا؟ ليه وندين نفسنا ليه بالديون؟ ليه يا جماعه؟ الدين يسر وليس عسر، واحنا زي ما بنقول كان النبي عليه الصلاه والسلام دي سنه للمستطيع، يعني ده من رحمه ربنا عز وجل بينا ان ما فرضش علينا الاضحيه. اتفضلي معايا ايمان. ايمان ايوه اتفضلي يا ايمان. هي ايه حكاية الاطفال اللي بتحبني قوي وانا كمان بحبك قوي؟ كل سنة وانت طيبة يا ايمان. وانت طيبة. انت عندك كم سنة يا ايمان؟ عندي 7 سنين. 7 سنين؟ طب عايزة تقولي حاجة لفضيلة الشيخ؟ ربنا يخليك وانت بألف خير وكل سنة وانت طيبة. ايمان؟ قولي لي يا ايمان، انت عندك 7 سنين، عرفت تتصلي بينا ازاي لوحدك؟ ما هي ماما هي اللي بتتصل بينا. طيب الخط فصل. اشكرك يا ايمان على اتصالك، كل سنه وانت طيبه. نتكلم بقى عن ادب. من ايمان
هذا بالعيد ولا لسه؟ هنتكلم عن علاقة طبعا الأضحية بقصة الذبح، يعني قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وسريعا كده علشان على ما أعتقد إن الوقت خلاص. ف نتكلم في كده، ما هو صلى يمدنا الوقت شوية عشان احنا ما لحقناش أصلا نتكلم يعني. هو الأفضل درس نتعلمه من السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها اللي هو اليقين. هي كان عندها يقين ما كانش عند أي حد خالص. سيدنا إبراهيم زي ما حضرتك عارفة ماشي خد السيدة هاجر، وسيدنا إسماعيل كان لسه يعني طفل فيه 6 شهور، وخدهم من الشام لمكة. حضرتك متخيلة يعني إيه؟ يعني صحراء بالجبال بالحر بشدة الحر، وقعدوا هما كلهم قعدوا في الصحراء لوحديهم. فلما سيدنا إبراهيم مشي وسابها ما زعقتش ولا قالت له أنت ماشي وسايبنا إزاي في الصحراء؟ أبداً، وإنما يقين. اسمعي بقى السؤال، يا إبراهيم إلى أين؟ ماشي ورايح فين وسايبنا؟ فسيدنا ابراهيم يعني من كتر حبه سيدنا اسماعيل جاله بقى على كبر زي ما بيقول كده بعد سوء وعطش، فعمل ايه؟ فبص وخنقته العبرات مش قادر يرد عليها، يقول لها ايه؟ فانا ما هو حكمه ربنا سبحانه، ربنا ما قالوش دي كذا، ربنا قال له روح شوف خد مراتك وابنك وقعدوا في المكان ده. ليه يا ربي؟ لا ما ينفعش اقول ليه بقى؟ سمعا وطاعه. فهي بقى رفعت عنه الحرج. آه الله امرك بهذا؟ يعني ربنا امرك بكده يا ابراهيم؟ قال لها نعم. قالت له اذا اذهب فان الله لن يضيعنا. يا الله اليقين والحب، شفت اليقين؟ روح ما تخافش علينا، احنا لنا رب اسمه الكريم، ربنا الحفيظ، ما تخافش علينا. فسابهم ومشي. بدا الاكل اللي معاها يخلص، ما هو التمر والبلح خلاص خلص، وتعمل ايه؟ وابنها عمال يعيط سيدنا اسماعيل عايز ياكل جعان، فتعمل ايه؟ فقعدت بقى تطوف ما بين الصفا والمروه. وشوف تخيلي حضرتك المكان ده والمساحه دي عاليه جدا، يعني احنا دلوقتي تكييفات ومراوح ونافوره ننزلها ميه صح كده، يمكن القصه وكلبير. بس تخليني اقول هي بكت لوحديها في الصحراء، على يعني ان النساء مش ضعفاء ولا حاجه، بالعكس يا استاذه الاسلام جدا. الاسلام كرم المراه لوحديها في مكان موحش وما فيهوش اي حد ومع طفلها الرضيع، ربنا بقى سبحانه وتعالى. الاسلام كرم يعني المراه يا استاذه، كميه الايمان اللي داخل قلبها. الاسلام كرم المراه ان هو خلى ركن من اركان الحج والعمره بسبب امراه. حضرتك متخيله يعني ايه؟ يعني لولا السيده هاجر ما كانش هيبقى في سعي ومروه. تخيلوا لولا امراه ما كانش حضرتك رايح تحج اللي بتنتقص من قدر المراه. ان الصفا والمروه من شعائر الله، والناس اللي بيقولوا ده الاسلام ظلم المراه والاسلام اعتدى على حقوق المراه، فين ده؟ ده الاسلام ما فيش دين من اديان كرم المراه اكتر من دين الاسلام. كفايه زي الحلقه اللي فات قلنا ايه؟ ربنا عز وجل خلى صوره كامله في القران تتحدث عن النساء، ما فيش صوره اسمها صوت الرجال، في صوره اسمها الرجال؟ يمكن معرفش، مفيش صح؟ مش حكايه كمان صوره، لا ما شاء الله، تكريم يعني تكريم وتعظيم. اللي احنا بنتكلم عن تكريم المراه، لا كلام كتير جدا فيجي بعض بس المنتقصين والمتشددين يقول لك اصل المراه تلتزم البيت. ما حضرتك غض البصر قبل ان هي ما تلتزم البيت. لا طبعا الالتزام في البيت مش معناه ان هي يعني تحبس في البيت، لا طبعا، وانما لا مانع من شغل المراه ما دام بتلتزم بالقوانين وتلتزم مثلا بالحجاب وتلتزم مثلا بالايه بالحشمه واللبس اللي هو المحترم، ما فيش مشكله خالص من عمل فيها. بس احنا بقى عايزين نكمل القصه اللي هي المهمه قوي بتاعت السيده هاجر رضي الله عنها. انا قبل برضو ما اكملها بس عشان معايا اتصال من وقت كبير. استاذه اقبال اتفضلي. يا استاذه اقبال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. اتفضلي. وحضرتك بقى الف خير وسلامه، اتفضلي. عندي وفاة شديدة سنية وكده، أعمل العمل أحس إن أنا مش مرتاحة وأحس إن العمل نفسه راح مني خالص، يعني عندي نظرة شديدة سنية أو وساوس، أعمل صدقات أو أصوم أحس إن الصوم ده مش أنا بصومته أو مش ثابت، إيمانش مستقرة. نعم حاضر، اسمع الاجابه ان شاء الله، اسمع الاجابه. اشكرك على اتصالك يا استاذ اقبال، معني انا ما فهمتش صراحه يعني. هي بتقول دلوقتي كل ما تعمل عمل يجي لها وسواس، انت ربنا مش هيتقبل منك، الصلاه بتاعتك مثلا لا انت صلاتك مش مقبوله، تصوم لا انت صيامك مش عارف ايه، تصدق لا انت مش عارف ربنا مش هيقبل. هقول لك ان ده من فعل الشيطان، ربنا عايز الشيطان عايز يشككك في اجر ربنا ليكي، وعايز يقول لك ان انت بتبعد عن ربنا. اوعي تسمعي الكلام، هيجي لك وسواس في الصلاه، استعيذ بالله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وادفل عن يسارك سلاسا كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هتلاقي الشيطان يتحرق. فانت ما تسيبيش فرصه للشيطان ان هو يستحوذ عليكي، اعملي العمل واخلصي النيه لله عز وجل وسيب بقى ربنا. واي وسواس بقى يبقى بص زي ما بيقولوا كده ارميه ورا ظهرك، ما تحسيش باي حاجه خالص تبع الشيطان وتسمعي كلامه. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الشيطان عدو فخليه برضه ليك انت عدو.
تمام. نكمل القصة. هو يمكن كان برضو في سؤال وسأل ان يعني البركة ان هو بيعمل اعمال خير كتير، ولكن للأسف ما فيش بركة، يعني ما فيش بركة في المال خاصة يعني او في بيته، فده سببه ايه؟ هقول له ما نقص مال عبد من صدقة. ممكن هو في نظره هو ما فيش بركة، بس ممكن هو يعني البركة في اولاده، في صحتهم، حاجات تانية مش لازم في المال، مش شرط في الفلوس. تمام. وخلي بال حياتك هتصرفي جنيه هيجيلك 10، وحقيقة بجد يعني دي حقيقة والله، حقيقة جدا. ناس كتير قوي قالوا لي احنا شكلنا صدقنا كذا، تاني يوم سبحان الله لقينا فلوس في مثلا واحنا ماشيين، لقينا مش عارف ايه، المدير مش عارف زودنا، جالنا حوافز، جالنا كذا، ده كل ده من خير ربنا سبحانه وتعالى الانسان. فانفق وما تخافش، واحنا عايزين نخلي يوم العيد ده. حضرتك طبعا قلت ان خير الدعاء دعاء يوم عرفه، ربنا يهدينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار، ده افضل. تمام. انا للاسف حلقتي انتهت، فبشكر حضرتك فضيله الشيخ محمود المأذون من علماء الازهر الشريف، وانا هخلي حضرتك تختم بدعاء، فتفضل حضرتك معاك بقى الكاميرا واختم لنا بالدعاء، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وانتظروني بكره ان شاء الله. اتفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم انا نسألك يا ربنا في هذا اليوم العظيم وفي هذا الشهر الكريم أن تجعل لنا وقوفا بعرفات نصيبا في العام المقبل يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وقوفا بعرفات، اللهم ارزقنا وقوفا بعرفات وجميع المسلمين يا رب. اللهم اشف والدينا وجميع المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم أن تشف كل مريض وأن تجيب كل سائل يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.